ووريكم بقى الوصفة التانية برضو في الفرن وبرضو بسيطة وحلوة بالجلاش. هفتح النار هنا كسرولة فيها زبدة مع زيت، مع زبدة اقول لكم المقادير. عايزة لفة جلاش، ولو اتبقى طبعا لفتين تلاتة اربعة دي برضو هنعمل بقسماط، حاجة شبه البقسماط بس بالجلاش. وكمان زعتر، روزماري، وبابريكا. الزبدة بقى فيها ملح، فلفل اسود، بابريكا. اهو ماشي، واسيبها تسيح. هجيب نخلي بالنا عشان كده كان عايزه اللفات دي فوق بعض طبقات يعني. هجيب الفرشه اللي هدهن بيها الزيت والزبده والبابريكا. الزبده حته صغيره، الزيت مع زيت الزيتون ليه؟ عشان الزيت اللي هيخليها مقرمشه. خلاص الزبده حطاريه قوي، فاحنا هنحط الاثنين مع بعض. احط فوقيها طبقه ورقه جلاشه ونعمل تاني كده. روزماري، زعتر، زعتر اخضر، ونبرم نبرم كده، نبرم جامد قوي. بصوا البرمه نفضل بقى نعمل كده ونحط على ورقه زبده وندخلها الفرن لغايه ما احس انها اتحمرت ومقرمشه.